اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اغتيال جديد تنفذه خليه مسلحه استهدفت الشيخ شوقي كمادي امام مسجد الثوار بالمعلا والاستاذ بثانويه مأرب صباح اليوم، وهو الرابع بعد سيطره هاني بن بريك وعيدروس الزبيدي على شوارع عدن ومؤسساتها وتقويضهم للسلطه الشرعيه. نناقش في هذا المحور من يقف وراء الاغتيالات بعدن، وهل هي نذر حرب جديده على اسس مناطقيه ومذهبيه؟ مشاهدينا في هذا المحور ينضم الينا ايضا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد عبد الرقيب الهدياني. لكن بالبدايه يعني اوجه سؤالي مره اخرى للسيد محمد، وهذه المره يتعلق بمجريات الاحداث في مدينه عدن. اغتيالات متواصله في سلسله من العمليات الغير متوقفه، يعني حتى الان ربما 20 شخصيه لائمه مساجد تم اغتيالهم بأساليب ربما لم يألف الشعب اليمني بهذه القدرة من التصوير وأيضا بثها لاحقا. برأيك ما الذي جرى حاليا في مدينة عدن لتعود هذه الاغتيالات مجددا؟ ما الذي يجري؟ هو صيغة السؤال ما الذي يجري في مدينة عدن؟ لأنه الذي جرى الغالب يعرف ما الذي يجري، لكن ما الذي استجد هذه المرة؟ نفس السيناريو. أنا أقول طبعا أخي أنه الكل يدرك تماما أنه عند سيطرة الحوثيين على محافظة عدن، من الذي تزعم قادة التحرير وعملية التحريم هم التحرير في محافظة عدن، أو ما الذي صمد قبل أن يتدخل التحالف العربي، قبل تدخل التحالف العربي من صمد إلا هؤلاء؟ هؤلاء السلفيين أو كانوا ينتمون لحزب الإصلاح أو الملتزمين أو حتى الوطنيين. اليوم الاغتيالات لا تشمل فقط السلفيين ولا تشمل الإصلاحيين فقط، في هناك أيضا اغتيالات لشخصيات وطنية محايدة، أو حتى إذا هناك خلقت شخصية في الحراك أو في المجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لو هناك خلقت شخصيات وطنية سيتم اغتيالها. هناك ما يتم في عدن هو اغتيال لصوت العقل. لماذا؟ لأنه ستخلق هناك حالة فوضى. ولذلك لو تجي تدرك أنه قيادة الجبهات التي وقفت ضد الحوثي أو الشباب الذين وقفوا ضد الحوثي، الكل في قائمة الشهداء اليوم. هناك مجموعة بسيطة يتم ملاحقتهم، ربما في الخارج البعض منهم في الخارج، ومن تبقى في الداخل يتم اغتياله، سواء قيادة ميدانية أو سواء كانت قيادة متحركة وفاعلة في جانب الإغاثي أو في الجانب الخدماتي أو في الجانب اللوجستي، يتم اغتيال صوت العقل في محافظة عدن. إذا هذا جزء من السلسلة أو التقرير الأمم الذي قال إنه عدن أصبحت بيئة طاردة للاستثمار. ولو كانت عدن فتحت مجالها مثل ما فتحت مأرب، لأنه البيئة في موجودة في عدن أفضل تفوق بيئة مأرب بأكثر من 300 مرة، يعني أضعاف كثيرة. يعني أنا أقصد إنه المؤشرات الاقتصادية تقول أنه النمو الاقتصادي في عدن 3.7 تحت الصفر سالب، يعني هناك بيئة طاردة في محافظة عدن. على السلطات الشرعية، نحن نقول على السلطات الشرعية أن تتجاوز هذه المحنة وتعمل بطريقة آمنة لكل اليمنيين. إذا يوجد هناك صراع يفترض أن يكون، إذا وجد صراع أو حراك سياسي يفترض أن يكون خارج مدينة عدن، وتكون عدن تحتوي كل اليمنيين، حيث أنه لو فتح المجال في عدن أنا أعتقد أنه سنشهد مرحلة استثمار وبناء ونمو في الاقتصاد ربما يفيد الوطن ككل. لكن هناك من يتعمد إغراق عدن في الفوضى، وأنا أعتقد أنه ستواجه الشرعية والتحالف العربي هو من سيجني ثمار هذه الفوضى في محافظة عدن والمناطق المحررة. طيب دعنا نسمع أيضا إلى رأي سيد عبد الرقيب الهدياني حول قراءته لما جرى في عدن اليوم من تواصل لمسلسل الاغتيالات. نعم، ما يحصل في عدن إجمالا هو ضرب الاستقرار والوئام والتعايش والتنوع الموجود في عدن. ما يحصل في عدن هو استمرار الممنهجة الذي تقودها دولة الأمم المتحدة بالتحديد، وعبر أدرعها التي ربتها وكونتها هنا في عدن. ما يجري هو استمرار للانقلاب الذي شهدته عدن لضرب الشرعيه الذي يستهدف اليوم بالاغتيالات. هم مرتكزات الشرعيه، قياده المقاومه من سلفيين واصلاحيين ووطنيين. قبل قليل، قبل ساعه، تعرض نجل قائد القوات الخاصه، القوات الامنيه الخاصه، فاضل داعش لمحاوله اغتيال نفس الدراجه الناريه التي تجول وغتالت الشيخ توقي كمادي. تحركت قبيل المغرب وحاولت اغتيال نجل قائد القوات الخاصه. من يمارسون الاغتيالات، من يمارسون
من يتعهدون نشر الفوضى ومنع عدن من أن تستعيد أنفاسها، هؤلاء محميون ولديهم سلطة، ولذلك يتحركون بأريحية وبشكل طبيعي شوارع وبين المدن. طيب سيد عبد الرقيب، سيد عبد الرقيب، ما رأيك ما رأيك فيما قاله القيادي في المقاومة غسان السعدي حينما قال بأنه يجرى حاليا الإعداد لتشكيل قوة جنوبية خاصة بالتصفية الجسدية وكذلك بالرصد والمتابعة لبعض قيادات ورموز جنوبية؟ جميع المراقبين المتابعين حتى الناشطين هنا يعرفون الجهات هذه التي تصنع الفوضى، يعرفون فرق الاغتيالات، هؤلاء ليسوا حتى أذكياء بطريقة القتل، ينشرون غسيلهم وهم عبر منشورات. الغائب اليوم، الحلقة المفقودة اليوم في عدن هي جهة الدولة، الدولة التي تتولى ضبط هؤلاء الجناة. كلما تحركت الدولة تحركت الأطراف الأخرى التي لا تريد لعدن أن تستعيد أنفاسها. كلما أعلنت الحكومة الموازنة العامة تحركت أدوات دولة الإمارات لإطراق عدن في الفوضى. كلما تحركت مؤسسات شرعية جاءت هذه الأدوات لتضرب الأمن والاستقرار والمؤسسات وتواجد الدولة، تريد أن تبقي عدن في حالة فوضى حتى ينشغل الناس بالأحداث الصغيرة، أحداث الاغتيالات والفوضى، ثم يتسنى للإمارات تنصرف لبناء مشروعها ومطامعها في الجزر وفي إغراق الميناء قبل إغراق سفينة معطلة على في مجرى مرسى عدن. تدمير ممنهج، تدمير وجود الشعب طريقة واضحة مكتوبة. لكن لماذا هذا الصمت من قبل الرئاسة، من قبل الحكومة؟ لماذا تسمح دولة المملكة العربية السعودية بطرف الإمارات وهي تضرب مشروع التحالف الذي عنوانه يجري في عدن اليوم، وضرب الشرعية، تكليف الميليشيات، جعل الشرعية مجرد وبينما الميدان والنفوذ والقوة تسيطر عليها هذه الميليشيات التي أسميت لها القوة والعتاد والسلاح وأصبحت متغولة. نعم. وصاحبة اليد الطولة في عدن. طيب أعود إلى السيد محمد وتحدث بشكل واضح، قال أن هناك أدوات للإمارات هي من تحاول العبث في بأمن عدن وتحاول إغراقها بالفوضى كلما تحركت الحكومة خطوة للأمام لإعادة الاستقرار للمدينة. هنا السؤال فعلا يعني أين هي الرئاسة؟ هو يتحدث أين هي الرئاسة؟ أين هي طبعا أنا ضد مصطلح أدوات الإمارات، لأنه عندما تتحدث عن أدوات بمعنى أنه هناك طرف متحكم بالمشهد ولكن هناك أدوات تخلخل المشهد. المشكلة يعني وجود الإمارات تعرقل العمل وليس أدوات الإمارات، الإمارات هي من تعرقل الوضع الاقتصادي. طبعا احنا انا اتحدث هنا انه هناك نجاح ملحوظ للحكومة، هذا يجب ان يعترف الجميع انه هناك، ونشجع على هذا انه هناك نجاح ملحوظ في لأداء الحكومة. طبعا الجانب الاقتصادي دائما مرتبط بالجانب الأمني ويؤثر عليه بشكل كلي، العلاقة هنا علاقة واضحة بين الجانب الاقتصادي والجانب الأمني. الحكومة بدأت في تفعيل الموازنة التقديرية وأعلنت عنها، ثم بدأت هنا الاختلالات يعني لدرجة أنه الكل شاهد ما حدث في عدن، وللأسف الشديد انتظرنا بيان من الرئاسة للذي يحدث في عدن أو بيان يقرم الانقلابيين أو إلى ما شابه ذلك، تم دفن القضية تماما ما يحدث ما يتعلق بعدن. نعم. أنا تحدث النقطة التي وكان واضحا رئاسة الوزراء أيضا متأخر جدا. لا أنا أتحدث عن رئيس الجمهورية، يطلع رئيس الجمهورية للعلن ويعلن للشعب رئيس الجمهورية نحن في حالة حرب، ويفترض الجميع أن يشمر ويخرج ينادي هذا الشعب. المؤامرة كبيرة جدا، والإمارات للأسف الشديد تعمل بطريقة محبطة جدا ومقرفة للأسف الشديد. يعني أنا أقول سمعت إليك أنا أقول سيد عبد الرقيب، لكن لأنكم توجهون أصبع الاتهام للإمارات اللي الكل يعرف أنه ما يجري. نعم ما يجري هو إدارة إماراتية لكل الأحداث التي تقوض عمل الحكومة في عدن، والكل حتى الحكومة اليمنية في بياناتها تشير إلى هذا، والكل يعرف المملكة العربية السعودية أنا أقصد حجم المؤامرة كبير، أقصد أنا أعرف أنه حجم المؤامرة كبير، ونحن نشد. وبالحقيقة في هذا المكان أنا أحيي وزير الداخلية على الجهود الجبار، ولكن
في ظل الاغتيالات الموجودة هناك أكثر من 20 اغتيال خلال فترة بسيطة، اغتيال لشخصيات وسطية، اغتيال لشخصيات غير حزبية، مساهمة في العمل الاجتماعي، مساهمة في العمل الإغاثي، تخلق الأمن والسكينة محمد، يتم اغتيالها أكثر من 20 شخصية في الدول المحترمة، ونحن إن شاء الله من الدول المحترمة نقول، في الدول المحترمة يتم إقالة، يستقيل وزير الداخلية ويستقيل مدير الأمن. إذا ما عمل مدير الأمن إذا كان مدير الأمن أيضا مشارك فيها في 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 عملية قلقلة السكينة العامة ما حدث في 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 عدن مؤخرا؟ لم يحدث حتى خطاب يندد وزير الأمن. ما الذي يعمله وزير الأمن؟ مدير الأمن ماذا يصنع مدير الأمن في محافظة عدن؟ هل هو يقوض شرعية الدولة؟ إذا كان يقوض شرعية الدولة على وزير الداخلية أن يتخذ إجراءات مناسبة. طيب هنا سؤال، من يتحمل مسؤولية سيد عبد الرقيب؟ هل يتحملها مدير الأمن أم وزير الداخلية أم رئاسة الحكومة فيما يتعلق بعمليات الاغتيال في مدينة عدن؟ ينبغي أن نقر وأن نعترف أن الحكومة في وضعها الحالي في عدن، يعني خلال 3 سنوات يعني جرى إضعافها، منع الحكومة من التواجد، إضعاف المؤسسات الأمنية. مدير الأمن المعني والذي يمثل الدولة كان طرفا في التبرؤ الاخير الذي استهدف المبادرات ومبنى الحكومه ومبنى القضاء ووزاره التربيه والتعليم. بل مدير الامن في لحج اتى من لحج، لم يستطع ان يضبط الامن في لحج، وتحرك الى عدن وقطع على واقتحم منزل قائد اللواء الرابع تماير الرئاسيه. اذا ادوات يعني هذه شخصيات او هذه الشخصيات بدلا من أن تساعد الحكومة في استتباب الأمن وتشاركها في إخماد الإنقلاب وتساعد بكشف الحقيقة تشارك هي أيضا. طيب لماذا يستمروا حتى الآن وهم في هذه المناصب؟ لماذا تبقيهم شرعية؟ هنا السؤال المعنية ببناء الدولة، بتطبيق النظام والأمن والاستقرار، بتمكين مؤسسات الدولة من العمل في عدن، هي عوامل هدم. لماذا السكوت على هذه العوامل التي تهدم طوال 3 سنوات؟ نحن امام 400 عملية اغتيال في عدن، رقم مهول. يظل يقول هذا مدير الامن، يعني الامر يعني محير عام هذا الصمت من قبل الرئاسة والحكومة. ادوات تضرب الشرعية، ادوات تقتل المواطن، ادوات محسوبة على الشرعية وتفتك بعدن، ادوات أوقرت الفراغ وغاب الأمن والاستقرار. إذا ما دور الرئاسة؟ هل هي متوقعة مع هؤلاء؟ نعم، هذا سؤال اليوم. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سيد عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف. سيد محمد، هنا وزير الأوقاف يقول أحمد بن عطية يقول أن على الأجهزة الأمنية التحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من خطباء وعلماء عدن في العاصمة المؤقتة، بالاستناد إلى الأعداد التي سمعنا عنها من الذين تم اغتيالهم. أيضا من تم اغتياله اليوم وهو يعني القيادي في حزب الإصلاح وهو إمام مسجد، أيضا اغتيل أمام عدد كبير من الطلاب الثانوية بشكل عام وبشكل مباشر، وكأن الحياة ماشية بشكل طبيعي. طبعا انا احيي وزير الاوقاف لانه نادى على الحكومه ان تتحرك، وزاره الداخليه تتحرك نعم للحفاظ على ما تبقى من خطباء عدن. انا ادعو الى للحفاظ على الناس في محافظه عدن، لارواح الناس في محافظه عدن. انا اقول انه للحكومة هذا نداء موجه لرئاسة الحكومة، وهذا نداء موجه للوزراء الموجودين في عدن، وأيضا هذا نداء موجه لرئيس الجمهورية على شكل خاص، وأنا أتمنى أن يصلوا. كفاية لتدوير النفايات الموجودة، يتم تعيين حتى اللحظة يتم تعيين أشخاص للأسف الشديد معروفين في السرقات، معروفين في الفساد، معروفين لديهم لائحة سوداء من الفساد والنهب واللصوصية، ويتم تعيينهم في مراكز حساسة. أنا أعتقد أنه من يتحمل المسؤولية الكاملة هو من عين شلال شائع، ومن عين مدير الأمن، ومن عين المحافظين. أنا أتمنى حتى هذه اللحظة عبد العزيز المفلحي قدم استقالة محافظة عدن، ونحن ندرك حجم التحدي، ويفترض أن وزير الداخلية اليوم يعمل بكل قوة من أجل استتابة الأمن في عدن. أنا أتمنى أنه يتم في هذه اللحظة يتم تعيين محافظ قوي لمحافظة عدن. عدن تحتاج إلى محافظ قوي.
أيضا، وتحتاج أيضا إلى مدير أمن قوي، مثل ما ذكر ضيفك الدياني أنه محافظ يعني مدير أمن لحج يترك محافظته التي تعاني من فوضى عاتمة ثم يذهب لأجل أن يسلب بيت أحد القادة. هذا عمل ميليشيات للأسف الشديد، ومن يشجع هذه الميليشيات هي الدولة، يتم تعيين هؤلاء الأشخاص. يفترض أنه نحن الآن في مرحلة حرب، وما حدث في عدن هي مرحلة انقلاب، وأنا أدرك أن هناك الدول الإقليمية متدخلة في الوضع الأمني ومتدخلة في كل تفاصيل القرارات السياسية الموجودة. كان يفترض الحكومة اليمنية أن تطرق الحديد، أن يتم تغيير هيكلي للقيادة الأمنية والعسكرية في المحافظة، لكن للأسف الشديد هناك برود تام، ووزير الداخلية يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل استتباب الأمن، لكن للأسف الشديد بقية الحكومة ومؤسسة الرئاسة لا تساعد وزير الداخلية بأن يحدث استتباب الأمن. طيب، وزير الداخلية في تصريح سابق قال بأنه مع نهاية هذا العام ستكون كل الأمور الأمنية متعلقة بوزارة الداخلية وستلم بها بشكل عام، يعني هذا يعتبر كتعهد للوفاء به خلال هذا العام. هذا تعهد مثل ما تعهد رئيس الوزراء أنه سينعقد مجلس النواب، مثل ما تعهد يعني كل التعهدات التي مضت من الحكومة اليمنية، وأنا أتمنى لا يعملوا بتعهدات، بيعملوا بواقع فعلي. نحن نتمنى أفعال لا أقوال اليوم، نحن بحاجة إلى أفعال لا أقوال. طبعا مدير الأمن هي من مهام وزير الداخلية، يستطيع أن يغير وزير الأمن وليس رئيس الجمهورية، وأنا أتمنى من وزير الداخلية أن يتخذ قرار سريع بتغيير مدير الأمن. لكن أنا أدرك طبعا أنه حساسية المشهد، أنه تغيير مدير الأمن لا يمكن أن يعمل للملف شيء أو أن يقدم الملف شيء، بحكم أنه سيطرت ميليشيات على قطاع واسع من محافظة عدن. أنا أقول هذا الشيء وأنا مؤمن به، هناك طبعا قوة إقليمية موجودة في الساحة، ويفترض على الحكومة اليمنية أن تصارح، يفترض على الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية للأسف الشديد الأستاذ رادع باجي، الذي لم نشاهد له أي تصريح خلال الفترة السابقة إلا ما ندر وما ندر. أنا أتمنى أنه للحكومة أن تفرض سيطرتها على الواقع الإعلامي أو الواقع السياسي. وزير الداخلي الخارجية يفترض أن يتحرك إلى سلطنة عمان، الذي كان من المفترض أن نشاهد وزير الخارجية أن يكون في عمان أو أن يكون في الأردن أو يكون في القاهرة. للأسف الشديد لم نشاهد أي تحرك فعلي أو تحرك نلحظه احنا كمواطنين، تحرك فعلي للحكومة لم نشاهد حتى هذه اللحظة. فقط وزير الداخلية اليوم يقاتل لوحده، أو بمعنى يقاتل بمعنى أنه يكافح من أجل استتباب الأمن، ولكن للأسف الشديد أنا أعتقد أنه سينجح إذا وجد قرار وإرادة فعلية لدى الحكومة اليمنية ولدى مؤسسة الرئاسة أنا أنبه أنه مؤسسة الرئاسة معنية اليوم باستتباب الأمن في محافظة، وكفى تدوير أو كفى إحراق للأوراق. الشعب يحترق وأنتم تحرقون أوراق، تحرقون شخصيات من أجل المستقبل الذي سيأتي. واليوم 22 مليون نسمة يعانون من الجوع حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة. نعم. عدن إذا أمنت وبشكل كامل ورتبت بشكل كامل واتركت لها الفرص الاستثمارية بشكل كويس وبشكل آمن، أعتقد أنه سيخف كثير على الشعب اليمني. حتى أنه هناك كان إرسال تعزيزات من الحكومة اليمنية للسلاح لبعض المحافظات من أجل التحرير، تم احتجازها من قبل النخب الموجودة التي شكلتها الإمارات العربية المتحدة من أجل ألا تصل إلى المحافظات المحررة. يعني هناك فوضى موجودة، يعني أتمنى من الحكومة اليمنية أن تكون صريحة في ذلك. إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد الفقي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، كنت ضيفان في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام أشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة، نلتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.